السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن موقع سوق دوت كوم. يعتبر موقع سوق دوت كوم من أكبر المواقع للتسوق في الوطن العربي. يوفر خدمات في مصر والسعودية والإمارات. الموقع يزوره حوالي 23.5 مليون زائر شهريا، وعليه أكثر من 400 ألف سلعة. والموقع مسيطر على التسوق خاصة في مصر، ويوجد أيضا التسوق بالعمولة. التسوق بالعمولة يعني حضرتك تختار أي منتج أنت عايزه، هتلاقي تحت في خالص كلمة التسوق بالعمولة، تضغط عليها وبتبدأ تملى بياناتك عادي جدا، وتبدأ تختار أي منتج وتاخد الرابط اللي موجود على إيدك اليمين ده، هتلاقيه ظهره لك، وتبدأ تنشره عندك على الفيس، على تويتر، على انستجرام، تبدأ تزور الناس من خلاله. اول حاجة نتعرف على الموقع ونبدأ في عملية تسجيل للموقع. اذا كان عندك حساب على الموقع هتكتبه، اذا لو ما عندكش اي حساب هتبدأ في ملء البيانات بالفيسبوك او بواسطة امازون، او مش حابب كده ممكن تكتب بالبيانات العادية. طبعا لو عندك حساب تسجيل دخول عادي خالص، طبعا زي ما احنا دخلنا على الحساب دلوقتي، هنبدأ نتصفح المنتجات ونقرأ التعليقات اللي عليه بحيث ان احنا نقيم المنتج قبل ما نشتريه. بعد كده اذا عجبنا المنتج بنضغط اضف الى العربة، بعد كده بتختار الكمية اللي انت عايزها، عايز اكتر من واحد تختار، بعد كده بيظهر لك خيارين تابع عملية الشراء او اضافة كوبون. معنى اضافة كوبون، موقع سوق دوت كوم بتنزل من وقت للتاني كوبون خصم 100 جنيه، كوبون خصم 300 على اي منتج، او على سعر منتجات محددة ازيد من سعر محدد، وتكتبه وتضغط اضافة مع بعض. طبعا دوت هنا لو انت عايز اكتر من واحد فبتختار الكمية بتاعتك. طبعا هو هنا اللون فوشيا وده المقاس 41. طبعا احنا مش هنشتري حاجة بس دي مجرد شرح، ثم نضغط على بعد كده ادخل لاضافة كوبون. في مواقع كتير بتنشر كوبون عشان الخصم وكده، ده لو حرك عميل اصلا في سوق دوت كوم بتاخد كوبون خصم بيجيلك على ايميلك لما يكون طريقة الدفع عن طريق الفيزا، بيوصل لك كوبون خصم. ممكن تضغط هنا بقى لو خلاص اكدت كله وعرفت تمن مش مرة في الشحن المجاني ومبقاش مجاني وخلاص اكدت على كله، تابع عملية الشراء، تكتب الباب فيتم احتساب تمن الكتاب مع مصاريف الشحن، ثم بعد ذلك سوف يظهر لك تأكيد لعملية طلبك للمنتج، ثم بعد ذلك هيظهر لك وسائل الدفع المتاحة مثل الدفع برقم بطاقة الاطمئنان مثل الفيزا او مستر كارد، او الدفع عن طريق نظام الاقساط، بس يشترط ان يكون المبلغ المطلوب اكتر من 500 جنيه، او الدفع عند الاستلام، او بطاقات كاش يو. ثم بعد ذلك هيطلب منك رقم التليفون ويرسل لك كود التفعيل. والان تمت عملية الشراء بنجاح، ويمكن التأكد من عملية الشراء عن طريق الإيميل الذي وضعته عند التسجيل في البداية. يمكنك الانتظار ومتابعة إيميلك حتى يتم توصيل طلبك بنجاح.